مرحبا بك من نيسي الكل. تم رسميا تغيير ملعب المباراة الذي سيحتضن مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي إلى استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل القطري يوم 1 أبريل 2019. ويأتي هذا التغيير بعد التشاور بين الاتحاد القطري لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم بما يتعلق بالإجراءات والترتيبات الخاصة بتنظيم لقاء الكأس الممتازة التونسية، ولذا من أفضل الظروف للنجاح في هذه المباراة على جميع المستويات حسب ما جاء في البيان اللجنة المنظمة. كما جاء في البيان أن عملية بيع تذاكر المباراة لا تزال تشهد إقبالا متزايدا من الجماهير عبر نقاط البيع أو من خلال البيع الإلكتروني، وذلك منذ أن طرحت اللجنة المنظمة المحلية لمباراة كأس السوبر التونسية. بالتوفيق للفريقين. ما تنسيش جمع الفيديو أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.